الترند اللي صار هاليومين هو التسريب الصوتي لمدير عام هيئة الضرائب. خلينا نشوف. طيب حبيبي، هاي الأولى اليوم، اليوم فرصة باكر راح يسلموا الشباب براءة الذمة والكتاب مثل كل المناقصات اللي رتبت قوية براءة الذمة تستمر تدلم لا تدلم، بس هذا المحامي ما تلاقي يراجع بعد تدلم ثالث لأن كلها عيونها مفتوحة وهو هم ميزة مستعلم زوجة كل دائرة ويدرون يدرون إن شاء الله مصير. فتعرف واحد منهم يروح ينفش وراء بس يدور على أخباره ويشوفه خرصانة، راح تبين انه اكو تدخل بالموضوع وراح تفتح لنا باب فاحنا في غناء عنه. خلي الامور طبيعيه وانا دا اكملها لك بهدوء لان انا صراحه ما اثق بس بهذا الشخص المخمن. اي اي بس هو بس هو هذا المخمن لان هذا اي المشكله انه هو عليه ضغط لان الشعبه ما تبيها تواجهه وأنا كل الأمور المهمة والخاصة أحولها عليه. إي لا لا حبيبي حج الموضوع مو عبالك بس نخفضه والسلام عليك، لا لا أخوي هذا موضوع كبير والأضرار لازم تنسحب وتترتب وتنشال منها أوراق وتتغير الحسابات الختامية مال السنين السابقة، يعني شغل مو سهل وتصير مذكرات تخمينية جديدة. هذا هو التسريب الصوتي اللي تم نشره يعني لرئيس الهيئة العامة للضرائب علي علاو، وهو يقوم بالتلاعب في أموال الضرائب لحساب الشركات الخاصة مقابل أموال علي وعد علاو رئيس الهيئة العامة للضرائب. طبعا المؤسسات يعني رئيس الوزراء وجه بفتح يعني تحقيق، وأيضا المالية أيضا سحبت يده والصلاحيات من عنده، لذلك مثل هيجي امور ما نحب ان نشوفها دائما موجوده في الشخصيات اللي تستلم مناصب ومناصب كبيره جدا في العراق.